السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هضرت لكم في الفيديو اللي قبل على النصائح الغذائية ديال الوجبات الصحية في وقت رمضان ديال الإفطار. غادي نزيدكم واحد المعلومة على الإفطار، هي ننصحكم تاكلوا تمرات. راه سرتكم علاش التمر هو الغذاء الاول اللي تبداو به ان شاء الله في وقت الافطار. ونتسناو واحد ثلث ساعه الواحد يمشي يصلي، مثال اللي كيصلي احنا مسلمين كنا كنصليو، نصليو صلاتنا ونعاد نكملوا مورا داك الصلاه، عاد نكملوا الوجبه ديالنا، باش الميساج ديال من بدايه الاكل على المركز ديال الشبع اللي كيكون عندنا في الدماغ ديالنا، كيوصلنا ان بدينا كنشبعوا الى تسنينا، معنا تسنينا 20 دقيقه تمرات نحبسوا 20 دقيقه ونعاودوا ناكلوا. من بعد كنقلوا وكنكونوا بدينا كنشبعوا وكنقلوا من الكميه ديال الاكل باش ما نزيدوش في الوزن، وبالتالي نسهلوا هذا نخفوا الوزن على راسنا في هذا الشهر المبارك. كلنا محتاجين ان نقصوا في الوزن، ما غيكون غير فايده لصحتنا. على الانسان اللي كلا كل شيء من الدقه الاولى. ونصحكم نزيدكم واحد المعلومه في الافطار، هي ديما الواحد غير يسمع الاذان يبدا ياكل باش دغيا الجسد نعوضوا له داك الطاقه اللي كان ضايع فيها، وداك الماء داك الجفاف اللي كان عنده في الجسم ديالو. والسحور دابا نهضروا على السحور، غنخليو السحور نبعدوه ونقربوا على الفجر، بحال اللي كاين تورد في السنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال اللي كاين في السنه عجلوا الفطور واجلوا السحور. اي حاجه دارت عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم الا في في فيها فايده لديننا وصحتنا. السحور وجبة مهمة بزاف، مهمة بزاف. اولا واخا الواحد ما يكونش باغي يسحر وما كيمولفش باش يتسحر، ينوض يشرب غير كويس الماء، كاس الماء راه فيه فايده باش تحاربوا الاحساس ديال العطش. والماء عنده اهميه كثار من الاكل، واللي قادر ينوض يتسحر انا ننصحكم ونصحكم تسحروا، خاصة الناس اللي كيخدموا كيديروا سبور كيديروا رياضة حركة بدنية، كيتحركوا بزاف في وسط في وسط في وسط في وسط النهار ديالهم. ننصحكم تبداو بتمرات بحال اللي فسرت لكم، راه عارفين علاش. دابا ندير لكم شي فيديو على التمر، علاش مهم، عنده أهمية كبيرة في صحتنا. راه غذاء كامل، غير التمرات والماء راه كافي باش يوقف لنا ويخدم لنا على النهار كامل بجهد الله، وينقص حيت السحور شنو هو الفايده ديالو، هي خصو الهدف ديالو هي خصو يزول علينا الاحساس ديال العطش وديال الجوع، يعاوننا على الصبر باش نوقفوا ونقدروا ندوزوا النهار ديالنا بسلام. واللي ما كيبغيش، كاين اللي ما عندوش مع التمر ولا باغي حاجه اخرى، كاين فواكه كاين خضار، باش التمر فيه البروتينات فيه الماء فيه المسائل كلها، فيه الفكتوز فيه المسائل كلها اللي خصنا نعاودوا نمشيو نقلبوا عليهم في بزاف ديال المواد الغذائيه باش نلقاوه ونكملوه في سميتو في وجبه واحده. التمر فيه كل شيء، الا ما كانش التمر خصكم تاكلوا شويه الفواكه شويه ديال البروتينات بحال البيض البلدي بحال الحوت الخضار، ناخذوا عاوتاني شويه ديال السكريات البطيئه بحال الخبز ديال الزرع الشوفان، هادشي كله نديرو في وسط السحور بدل التمر. وما تنساوش تفاداو السكريات السريعه الدهنيات الباتيسريات، سلو الا كان فيه غير الحلاوه فيه السكر ما ننصحكمش،
الا كان راه كاين تبارك الله دابا ولاو كيتباعوا ولا كان صابون كاع في الدار الحمد لله. السلول اللي كيكون بيو بحال اللي كنقولوا عليه بيو، هي ما فيهش فيه العسل حار، فيه زيت البلديه، دي طبيعي طبيعي ما كاين حتى مشكل، واحد يقدر ياكلو. وما تنساوش تفاداو العصيرات حلوه، حتى هما اللي غيعطيوكم احساس بالعطش، وما غتقدروش تعاونوا راسكم باش تصبروا في سميتو فوق النهار مي تكونوا صايمين. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.